السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون دولة الكويت، نبدأها بأهم العناوين. سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أهمية تبادل الزيارات والتواصل بين الشعوب من أجل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المنطقة. ونواب مجلس الأمة يشيدون بتسمية سمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني. مرحبا بكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة ديلما روسيف رئيسة جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة ديلما روسيف رئيسة جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في ديوانه بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك ني الخرينج. واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مبارك الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم. استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح في قصر السيف اليوم الوفد الإعلامي الكويتي الشعبي الزائر لجمهورية إيران الإسلامية الصديقة. وأشاد سموه خلال اللقاء ببادرة الوفد الإعلامي الشعبي الزائر لجمهورية إيران الإسلامية الصديقة، مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات والتواصل بين الشعوب من أجل تعزيز التعاون والترابط وتوطيد العلاقات بين دول المنطقة. وأشار سموه إلى أن تبادل الزيارات بين الوفود الشعبية يأتي انعكاسا للعلاقات المتينة بين البلدين والتي ترسخت بعد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لجمهورية إيران الإسلامية الصديقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية عريقة قوامها الاحترام المتبادل والتعاون البناء. وأشدد سموه على أهمية الدبلوماسية الشعبية باعتبارها مساندة لدور الحكومات في توطيد العلاقات وتنميتها بما يخدم مصالح الشعوب ويساهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار الذي ننشده جميعا في المنطقة.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم بقاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. ورعى من دولة الرئيس تمام سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، والتي تناولت العلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف الميادين. ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، التي ستبدأ يوم غد الاثنين ضمن إطار علاقات الصداقة المتينة القائمة بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين. ويضم الوفد كلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وعدد من المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء. كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروع قانون بشأن الأحداث ومذكرته الإيضاحية، والذي تم إعداده في ضوء الواقع التطبيقي للقانون على مدى 3 عقود من صدوره، حيث استهدف مشروع القانون المقترح تطوير النظر إلى المعاملة الجنائية للأحداث ليكون الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في التدابير أو الجزاءات العقابية، وذلك على النحو الذي يؤهلهم للعودة إلى الطريق السوي والانخراط في مجتمعهم كأفراد عاديين لهم دور إيجابي فاعل في تقدمه والنهوض به. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الموقف التشريعي لجدول أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية المتضمن القوانين ذات الأولوية التي يجب الانتهاء منها وإحالتها إلى مجلس الأمة، ووردت في الخطتين الأولى والثانية، وكذلك القوانين التي وردت فقط في الخطة الإنمائية الثانية 2015-2016-2019-2020 والقوانين التي يتم دراستها في لجان مجلس الأمة. وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين المهندس محمد عبدالله صنيدح سالم نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. في ظل التحديات الصحية وتفشي بعض الأمراض والفيروسات، كان لزاما على القائمين على القطاعات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي مناقشة بعض المواضيع العالقة والوقوف على استراتيجية واضحة المعالم لما فيه المصلحة المشتركة ضمن الاجتماع الثاني للجنة وكلاء وزارات الصحة الخليجية. تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ونحو تحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة، استضافت الكويت الاجتماع الثاني للجنة وكلاء وزارات الصحة بدول الخليج لمناقشة مبادرات وإجراءات تبادل الخبرات في القطاع الصحي. ثقة الكويت يعني بالغايات والأهداف التي وضعتها وتعاونها مع دول مجلس التعاون واتباعنا لإجراءاتنا في المخطوات التي تطلبها منا منظمة الصحة العالمية، خففنا أيضا في موضوع السولت ريدكشنز اللي هو تخفيف الملح في بعض المواد الغذائية، وتجديد على مكافحة التدخين في قانوننا الجديد الذي أرسل إلى مجلس الوزراء. يعني هناك جهود واضحة من قبل الوزارة في أن هذا الأمر مهم وتنموي ويجب التصدي للعوامل الخطورة. هذا التعاون الواضح لوزارة الصحة الكويتية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي ما هو إلا محاولات لاستكمال ومتابعة الإجراءات الصحية للوقاية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بالدول الخليجية في ظل التحديات الصحية وانتشار بعض الأمراض المعدية والفيروسات. راح يتابع الأخوة الوكلاء قرار المجلس الأعلى في دورته
في 1988 حول مد الحماية الصحية في كان في المنامة في مملكة البحرين، وهو أن كل مواطن خليجي له حق الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية في القطاع الحكومي. سلسلة من اللقاءات المثمرة للعمل والتعاون المشترك تحرص وزارة الصحة على تنظيمها لتطوير مؤسسات الرعاية الصحية بدول الخليج في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة من التقنيات الصحية والطبية الحديثة للارتقاء بنوعية الحياة والمجتمع. منير الرياحي، تلفزيون دولة الكويت. أشاد عدد من نواب مجلس الأمة بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وبتسمية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني. تكريم دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كقائد للعمل الإنساني كان محل إشادات دولية كبيرة ومحلية على مختلف المستويات. عدد من أعضاء مجلس الأمة أشادوا بهذا التكريم معتبرين أن هذا التكريم يأتي تتويجا لجهود سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في إغاثة الشعوب المنكوبة ودوره البارز في رأب الصدع بين الدول. كنا على يقين بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لم يدخر جهدا في الدبلوماسية الكويتية وأيضا العمل الإنساني الدؤوب الذي كان يقوم فيه سواء رأب الصد بين الدول وبين الحكومات وأيضا ما يقوم فيه من عمل جبار في سوريا أو عمل جبار في غزة أو عمل جبار في كافة الدول المنكوبة. نبارك لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على هذا التكريم من قبل الأمم المتحدة، وهو لقب قائدا للإنسانية يضاف إلى كثيرا من الألقاب التي يستحقها سموه، وهذا الشيء أيضا هو تكريم لدولة الكويت، فهنيئا لنا بك قائدا وأميرا وزعيما، ونبارك لسموك هذا التكريم. تكريم سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من قبل الأمم المتحدة بلقب قائد العمل الإنساني يأتي ليضاف إلى كثير من الألقاب التي حظي بها سموه رعاه الله والتي استحقها عن جدارة. وهذا التكريم لم يأتي من فراغ، ولكن أتى من خلال قرارات ومواقف كبيرة لسموه خلال السنوات الماضية، وجاءت هذه القرارات وهذه المواقف لتثمر عن اختيار قائد الإنسانية من خلال تكريمه في الأمم المتحدة. هذا التكريم تكريم أيضا إلى الشعب الكويتي الذي يقود سفينة صاحب السمو حفظ الله ورعاه، اللي طبعا نتمنى له إن شاء الله طولة العمر وأيضا أن يستمر في قيادته إلى دولة الكويت الحبيبة. ويزيدنا فخرا بأن صاحب السمو حفظ الله ورعاه في بين أبناء وطنه تعامل بكل إنسانية مع أبناء وطنه، ولله الحمد أيضا الكويت الساحة المحلية شهدت كثير من الأحداث، ولكن لله الحمد لم تكن هناك سفك للدماء، لم تكن هناك قتلى، لم يكن هناك سجناء رأي، بل كان هو القلب الحنون والصدر الحنون لأبناء وطنه، تحمل الكثير والكثير من تبعات الأحداث الماضية، ولكن كان يتعامل بكل لطف مع أبناء وطنه. مناسبة تاريخية تحتفل بها دولة الكويت والإنسانية جمعاء وتسجل بأحرف من نور في سجلات التاريخ لتؤكد دائما وأبدا أن الكويت قبلة للعمل الإنساني، وأن أعمال سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مصدر اعتزاز وفخر لجميع أبناء الكويت. هو اليوم جعل العالم ومن خلال الأمم المتحدة أن تعترف بأن دولة الكويت مركز عالمي إنساني، ومنح سمو أمير دولة الكويت الله يحفظه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لقب قائد الإنسانية، وهذا ما جعلني أن أتقدم باقتراح إلى مجلس الأمة وأطالب بإقراره ورفعه للحكومة من أن يسبق لقب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لقب
قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. هنأ أنفسنا بلقب صاحب السمو بالقائد الإنساني، وهو هنيئا أو يهنأ به الشعب الكويتي قاطبة، وهو ليس بغريب على هذه الدولة أن يكون قائدها بهذه السمة وهذا السمت وهذه الصفة. إن تكريم دولة الكويت ممثلة في تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يأتي استحقاقا لمسيرة سباقة في الخير والعمل الإنسانية، وترجمة لدور سموه رعاه الله على الصعيدين الإنساني والتنموي، وإضافة لصورة الكويت التي كانت وستظل بإذن الله ناصعة مشرقة. أهلا بكم مجددا. افتتح المركز العلمي التابع للمؤسسة الكويتية للتقدم العلمي معرض الرياضيات حياتنا في قاعة الاستكشاف بهدف تعزيز ثقافة الرياضيات بتوفير معروضات علمية من مختلف دول العالم السباقة في هذا المجال. الرياضيات حياتنا هو عنوان المعرض التاسع في قاعة الاستكشاف بالمركز العلمي، والذي يعتبر ضمن سلسلة المعارض التربوية التفاعلية المتنقلة التي وضعها المركز خطة منذ 5 سنوات من أجل التجديد والتنويع. أني أتقدم بالشكر للمركز العلمي والقائمين عليه لإقامة هذه المعارض التثقيفية حقيقة، والتي يعني تضرب مثل رائع في الشراكة المجتمعية ما بين وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالخصوص مع المركز العلمي. حقيقة رأينا من خلال هذا المعرض الدور الفاعل للأدوات الحديثة في التركيز والتأكيد على المفاهيم العلمية الضرورية. نحن في وزارة التربية لا شك عندنا سياسات، وأهم هذه السياسات في تطوير مناهج هو الاهتمام بالتخصصات العلمية وجذب الطالب لهذه التخصصات العلمية تماشيا مع سوق العمل. معرض الرياضيات حياتنا صمم ليلهم ويطلق شرارة الخيال وليظهر الإمكانيات غير المحدودة للرياضيات في عدة مجالات من خلال 40 جهاز تفاعل، فيرفعه من النظرية إلى التطبيق. باختصار، اللي يكره مادة الرياضيات خلينا في المركز العلمي نحببها بالرياضيات. طب الرياضيات او ما يسمى بالحساب، ماده الحساب دائما يعني غير محببه على نفوس الاطفال والطلبه. هذا المعرض المكون من 40 جهاز تفاعلي تعليمي يحبب او يوضح، خلينا نقول يوضح ما هي الرياضيات، كيف يتم تطبيق الرياضيات في الحياه العاديه او في الحياه العامه. الطلبة دائما عندهم مشكلة، شو الفائدة من الجدول الضرب، شو الفائدة من هالمعادلات، شو الفائدة من لكن هذا المعرض فعلا يوضح تطبيقات العملية، حتى الرياضة والموسيقى والأجهزة الأخرى كيف تبني ناطحة السحاب، كيف تتزلق على الثلج على الجليد، كلها عبارة عن رياضيات. صمم معرض الرياضيات حياتنا ليكون أكثر المعارض التي تبحث في عالم الرياضيات من خلال التجارب التفاعلية، وليطلق عنان الخيال في الرياضيات وكل مجالات الحياة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع 36 للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية لشؤون الإسكان تمهيدا للاجتماع 13 لوزراء شؤون الإسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. الاجتماع 13 لأصحاب المعالي الوزراء بشؤون الإسكان لدول الخليج العربية. انطلقت أولى فعاليات الاجتماع 36 للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية بشؤون الإسكان. طبعا الهدف هو مناقشة تطوير الموقع
القواعد المعلومات الأسكانية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي. وللأمانة كان الاجتماع جدا مثمر، تم إضافة مطارات جديدة، تم إضافة قواعد بيانات جديدة، هذه كلها تخدم دول مجلس التعاون. فبالتالي الهدف الرئيسي المتعلق في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون قاعد نراه يعني بيرتم سريع جدا بخاصة في مجال الأسكان. في التعامل مع المعلومات الموجودة في موقع قواعد المعلومات الإسكانية، واللي هي طبعا تدعم أصحاب القرار وصانعي السياسات فيما يتعلق بالإسكان من خلال توفير معلومات دقيقة وموثقة وبشكل رسمي من الدول الأعضاء. يهدف هذا الاجتماع إلى تبادل الخبرات والأفكار في مجال الإسكان والإسهام في تطويرها وحل القضايا الإسكانية بدول المجلس. وأهم النقاط اللي تم اتفاق عليها في اجتماع الرياض في شهر 5 لمتابعة تطوير قواعد المعلومات الإسكانية، ومن أهمها كان يعني الاتفاق على ما راح يتم فيه من مستوى وتقنية كذلك لتواكب متطلبات يعني المتطلبات الدولية والمعايير الدولية في بناء قواعد المعلومات، وكذلك أمن المعلومات والتأكد من سلامة المعلومات وأن هي لا تخترق. لتحديد أهداف مسيرة العمل التقني في الفريق التقني لقواعد معلومات قطاع الإسكان على مدى السنة الماضية، وطبعا بصفة الكويتية دولة الرأس في هذا الاجتماع تشرفنا بحضورهم حقيقة، وكان لنا الشرف في هذا الحضور المميز حقيقة وإدارة الاجتماع هذا. وطبعا في هذا الاجتماع أهم ما كان فيه أنه الاجتماع سابقا حقيقة تم تدشين الموقع في دولة الكويت، وفي هذا الاجتماع أيضا أقر آليات نقل الموقع من دولة من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية بأمانة دول مجلس التعاون. الفريق التقني معروف هو بخصوص قواعد المعلومات الإسكانية، والهدف الرئيسي هو نشر ثقافة المعرفة عند جميع الدول المجلس. إن استضافة دولة الكويت للمؤتمر تأتي انطلاقا من استكمال مسيرة العطاء لمجلس التعاون الخليجي الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ومنها المجال الإسكاني. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى فلاح عيد فلاح العميان العازمي عن عمر ناهز 71. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد السلام عبد الكريم حبيب عابدين شراغ عن عمر ناهز 62. انتقل إلى رحمة الله تعالى سعود خليفة عيسى الدين عن عمر ناهز 58. إنا لله وإنا إليه راجعون. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل خليفة بن علي، نسعدكم الله وإلى اللقاء. سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أهمية تبادل الزيارات والتواصل بين الشعوب من أجل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المنطقة. ونواب مجلس الأمة يشيدون بتسمية سمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني.